الخامسة من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أهلا بحضراتكم ونستهل النشرة بالعناوين. الرئيس السيسي يدعو منظمات العمل الأهلي لتكثيف جهودها خلال العام الحالي لمواجهة الظروف الاقتصادية العالمية. هيئة قناة السويس تعلن انتظام الملاحة في المجرى الملاحي بعد التعامل مع عطل في إحدى سفن الشحن. تفاصيل النشرة. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأكد سيادته أهمية دور كافة الجمعيات والكيانات العاملة في إطار العمل الأهلي التي تقدم المساعدات في المجالات التي لا تستطيع الحكومة وحدها الوفاء بها. وطالب الرئيس السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإيلاء أهمية خاصة للزراعة في المبادرات التي يطرحها لدعم المجتمع، مؤكدا أن تلك المبادرات محل تقدير لكن دعم الزراعة له أهمية خاصة. في التحالف قوة، وفي مارس 2022 انطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كقوة تنموية مجتمعية كبرى، وقبل مرور عام على تدشينه جاء المؤتمر الأول للتحالف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم استعراض جهود التحالف على مدار أشهر عشرة على المستويات كافة والتي وصلت إلى ما يقارب 30 مليون مواطن. مخرجات هذه التجربة تتلخص في ان احنا وصلنا ل 30 مليون مواطن بتكلفة اجمالية 12 مليار جنيه مصري. في ملف السكن احنا قدرنا نوفر سكن ل 54 الف مواطن ما بين منازل جديدة وما بين اعادة تأهيل بعض المنازل. في بالنسبة لفرص العمل 139 الف و 500 فرصة عمل. الحقيقة في ملف الصحة كمان احنا وصلنا بخدماتنا ل 5 مليون مواطن. في ملف الغذاء قدرنا نوصل ل 25 مليون مواطن، وفي ملف المساعدات الاجتماعية وصلنا ل 20 مليون مواطن. من محافظات مصر المختلفة جاءوا كنماذج مستفيدة من المشروعات الصغيرة، استعرضوا مشاريعهم ونجاحاتهم في المجالات المختلفة والتي مثلت جزءا من مظلة كبرى للحماية الاجتماعية. عاملين صندوق الدخار، خدنا منه قرض واجرنا فدان ارض، زرعناه بطاطس لحد ما الزرع جاء على الحصاد، عرضناه على التاجر قال هاخده ب 3200، خدناه احنا وديناه المصنع بعناه ب 4800. سلمونا 10 ستات انوال في بيوتنا الدفعه الاولى، وجابوا لنا الخيوط على حسابهم، وكمان وفروا لنا فرصه العمل، فرصه التسويق، بقوا ياخدوا مننا الشغل وبيسوقوا بمعرفتهم وبيعرضوه في معارض كبيره، وانا بقيت فرحانه بالشغل ده قوي. انا استلمت كشك وربنا يوفقني واقدر اشتغل فيه وكافح وانجح، ويا رب مصر تكون سمعاني وتنجح زينا، وكل سنة وانت طيب يا رئيس. بإثناء وفخر جاءت ردة فعل الرئيس السيسي على هذه النماذج المكافحة كمثال مشرف لآلاف أخرى غيرهم. أنا بشكركم عشان النجاح اللي انتوا حققتوه، وانتوا بقيتوا مثل ونموذج للناس اللي زيكم وبيشتغلوا ويشوفوا قد ايه الامل ممكن يتحقق ويبقى حاجه تفرحنا كلنا وتسعدنا. فانا بوجه لكم الشكر كلكم، واتمنى لكم التوفيق، واتمنى للجميع التوفيق. ومش عايز انسى ان انا اوجه التحيه والتقدير لكل الكيانات اللي بتمثل، مش التحالف بس، مش اللي جوه التحالف بس، لا، انا كل الكيانات اللي بتعمل في العمل الخيري بوجه لها الشكر والتقدير باسمي وباسم كل المصريين. مع كل ما تحقق، إلا أن الرئيس السيسي طلب التحالف والمساهمين بمزيد من الجهود للتغلب على تداعيات أزمة عالمية تأثرت بها مصر كجزء من هذا العالم، مطالبا المستفيدين بضرورة الاعتزاز بما يقدموه وعدم الاستهانة بإنجاز فردي أضحى عمل جمعي مقدر. ما تستقلش بالفدان القصب بتاعك، ما تستقلش بفدان فول الصويا اللي بتعمليه، ما تستقلش بشوية التقاوي السلام اللي حول لك الفدان بتاعك من 10 أدب إلى 15 و20 ويمكن 22. ما تستقلش بده، وخاصة أنه كان الكلام هيتعمل بشكل عام جمعي، يعني اللي هيستفاد منه مش مزارع ولا اثنين ولا ثلاثة، كتلة مزارعين في مجال واحد. جهود من الممكن أن تذهب سدى بعدم تحري الدقة والانسياق خلف أحاديث من شأنها إثارة البلبلة والفزع النفسي، وهو ما حذر منه الرئيس السيسي موجها كلمته للمصريين كافة. يا جماعة اسمعوا مننا، لأن احنا مش احنا أصدق من غيرنا، لا، احنا قد نكون مدركين لحجم التحدي أكتر من غيرنا. البيانات والأرقام وحتى الحلول
بتبقى مطروحة من الدولة، وبالتالي أي اجتهاد من الآخرين مش مكروه ومش مرفوض، بس يمكن يكون يعمل بلبلة ويزعج الناس أكتر ما الظروف عاملة. يعني الظروف اللي موجودة في مصر وفي العالم كله ضغط على الناس، فلو احنا اتكلمنا كلام خوفنا ناس أكتر، طب النتيجة ايه؟ لو أنا النهاردة خوفتكم يعني النتيجة ايه؟ ده لمصلحتنا؟ لا. جهود التحالف الوطني التنموي لا يمكن إنكارها في مجال التمكين الاقتصادي وفرص العمل وغيرها مجالات، ولكن لارتباط الزراعة بملف الأمن الغذائي كان تأكيد الرئيس السيسي على هذا الملف بشكل خاص. كل المبادرات اللي بتتكلموا فيها الصحية كله زي الفل وكله محل تقدير ودعم مننا، لكن أنا بتكلم على الزراعة تحديدا. أنت بتقولي على فدان قصب، لو تعمل بزراعة حديثة يقلل كمية المية، لو قلت 10% من كمية المية المستخدمة ده رقم كبير قوي في 350 ألف فدان، رقم كبير قوي. ولخدمة أفضل اجتماعيا جاء إطلاق ميثاق شرف خدمة الإنسان بالتحالف الوطني والقائمة على ضمان حقوق الإنسان وتحديد الفئات المستهدفة. تم توقيع ميثاق شرف للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقوام 30 كيانا عضوا بذلك التحالف، ممثلين من الكيانات الأكثر تأثيرا على الأرض من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن عدد من الكيانات الخدمية، ولعل من أهمها ما استهدفته تحقيق الترابط والتكامل وبناء الثقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخدمية من جانب، وبين المؤسسات الحكومية من جانب آخر. جهود العمل التنموي تخطت الصدى المحلي لما يمكن وصفه بالإشادات، خاصة من الشركاء الدوليين ومنهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. مع نمو مصر وتحقيق هذا النمو الهائل تعاوننا على نحو فعال. على سبيل المثال في المدارس قمنا بتعزيز التعاون وتقديم فرص ثانوية للدارسين باللغة العربية. كذلك فإن الوكالة الأمريكية للتعاون قامت بتوفير بعض البرامج التدريبية في مختلف أنحاء مصر، وكذلك لمنح درجات البكالوريوس للمصريين لدعم النمو الاقتصادي المصري. الحكومات، القطاع الخاص، المجتمع المدني، أضلاع ثلاث لمثلث التنمية، فلا يمكن لأي منها أن تعمل دون الأخرى، ولهذا يعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خير ترجمة ومثال، فاتحا الباب أمام تحالفات تنموية أخرى هدفها الأساسي المواطن المصري. سارة متولي، التلفزيون المصري. لتوحيد كيانات ومؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة تحالف واحد دعما للتنمية، تم إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في 13 من مارس عام 2022. يضم التحالف 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانا تنمويا. 13 من مارس عام 2022 شهد انطلاق شرارة بدء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تماشيا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عمل للمجتمع المدني، وليكون هذا التحالف خطوة فريدة من نوعها توحد في إطاره كيانات ومؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة تحالف واحد دعما للتنمية وتقديما للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية. تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جاء بمشاركة 24 كيانا خدميا وجمعية ومؤسسة أهلية، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، جميعها تعمل في مختلف مجالات التنمية من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها. التحالف تحكم رؤيته التنموية ثلاثة محاور، أولها أهداف التنمية المستدامة والمفترض أن تلتزم بها مصر، وثانيها استراتيجية مصر 2030 إلى جانب المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
محاور تعد المحرك الأساسي لرؤية التحالف التنموي وتطوير العمل الأهلي في ظل قانون 149 للعمل الأهلي ولائحته التنفيذية التي فتحت المجال لحرية ممارسة العمل الأهلي والتطوع، ولتصل خدمات التحالف للمواطنين بكل دقة. يمتلك التحالف الوطني قاعدة بيانات لجميع المستهدفين، بالإضافة إلى قاعدة بيانات لشبكة المتطوعين على مستوى الجمهورية. التحالف يأتي تنفيذا لتوجيهات رئاسية لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وإعداد حزمة تدخلات رعاية اجتماعية استثنائية تراعي ظروف الأسر الأكثر احتياجا من خلال أنشطة تجوب محافظات مصر كافة. وفي إطار ذلك الهدف الحماية الاجتماعية، يقوم التحالف بتقديم دعم شهري منتظم لـ400 ألف أسرة بتكلفة إجمالية تصل لنحو 2.4 مليار جنيه لمدة عام، إضافة إلى مبادرة وصل الخير التي تخدم وترعى 5 ملايين أسرة خلال العام الجاري. وسعيا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، يقدم التحالف للأسر المساعدات الغذائية والخدمات الصحية والاجتماعية، كذلك توفير فرص التمكين الاقتصادي. خدمات متنوعة ومجالات تنموية متعددة يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي، تؤكد أن المجتمع الأهلي يمثل الذراع اليمنى للحكومة لما يقدمه من دور مهم لدعم المواطنين الأولى بالرعاية بكل المحافظات. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. إذن تم رفع أذان المغرب بتوقيت القاهرة، ونعود إلى سياق نشرتنا، حيث واصلت القوات المسلحة جهودها لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وتوفير السلع الأساسية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز وتعبئة 3 ملايين عبوة غذائية لتوزيعها على المواطنين بنصف الثمن للمساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية. وتم دفع أسطول ضخم من وسائل النقل الثقيلة والقطارات لتوزيع السلع لمختلف محافظات الجمهورية بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. كما قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بزيادة أعداد منافذ البيع الثابتة والمتحركة بكافة ربوع الجمهورية وطرح العديد من المنتجات والسلع الغذائية بها بأسعار مخفضة لمجابهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق. وفي سياق متصل، قام جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بتوفير مختلف السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية بأسعار مخفضة وجودة عالية، وذلك من خلال المجمعات والمنافذ المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية. احنا رحنا بره في كذا مكان ما لقيناش الاصناف، ولو موجودة بتبقى بسعر غالي. كل حاجة موجودة الحمد لله، فبصراحة يعني كل حاجة موجودة بسعر كويس. لا الصراحة متوفرة كويس جدا، وأسعارها برضو حلو أحسن من برا بكتير. يعني لو نيجي نقارن بالأسعار الموجودة هنا وأسعار برا، لا هنا أفضل بكتير. أعتقد دي الأسعار كلها يعني معقولة ومتوفرة، ممكن توجد لمعظم الشعب المصري يعني، ويكفي إن الحاجة موجودة ما بندورش عليها زي بلاد أخرى مش متوفر بيها الكميات الخاصة بالشعب المصري. كل حاجة هنا الله أكبر، ربنا يخلي لينا يا رب، ربنا ما يحرمنا منه. قوات المسلحة فوق دماغنا، هي أحسن من حاجات قوات المسلحة بتاعتنا، جيشنا اللي حامينا ومراعينا بالرئيس بتاعه. افتكر مفيش أحلى من كده. بقالي فترة يعني أنا داخل في تاني سنة، المنتجات عندهم كويسة وأسعارها في متناول الجميع، لحوم بلدية، الحاجات طازة أول بأول. نشكر السيد الرئيس بجد، حاجة فوق الوصف والله. ألف شكر لوزارة الدفاع على المنافس كلها. تأتي جهود القوات المسلحة المستمرة في إطار الحرص على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء الشعب المصري العظيم. شهد رئيس مجلس
مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء الصومال حمزة عبدي بري مراسم توقيع مذكرات تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك في مجال الإعلام والثقافة والتعليم العالي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون بين وزارة الأوقاف ونظيرتها الصومالية لمدة 3 سنوات. كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة لدفع عملية التعاون بين الجانبين. قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب جلوري في الكيلومتر 38 العابرة ضمن قافلة الشمال المتجهة إلى الصين، مشيرا إلى أنه يجري العمل الآن على قطر السفينة العاطلة للكيلومتر 51 ترقيم القناة. وفي بيان أكد الفريق أسامة ربيع انتظام حركة الملاحة بالقناة، حيث انتظمت عملية دخول 26 سفينة من قافلة الجنوب، وتم عبور 51 سفينة من الاتجاهين، وسيجري عبور قافلة الشمال بعد استئناف السفينة جلوري عبورها بالقناة بمساعدة قاطرات الهيئة. وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الدفع بأربع قاطرات تقدمتها القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طنا للتعامل السريع مع الموقف وقطر السفينة، بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل. يذكر أن السفينة جلوريا يبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا بحمولة قدرها 41 ألف طن، وتتبع التوكيل الملاحي أنشكب. أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن تعزيز الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يحظى باهتمام القيادة السياسية والحكومة. جاء ذلك خلال رئاسته ورشة عمل للتنسيق بين قطاعي التعدين والصناعة لبحث الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي. أشار الملا إلى ضرورة العمل على زيادة كفاءة البنية الأساسية وتحقيق أقصى استفادة من الثروات التعدينية التي تزخر بها المنطقة، وأكد أهمية الانفتاح على الأفكار القابلة للتطبيق والتنفيذ والاتفاق على خريطة طريق لتنمية المثلث الذهبي. وتم خلال الورشة استعراض استراتيجية قطاع التعدين المصري والخريطة الاستثمارية لقطاع التعدين حتى العام 2040 ورؤية الوزارة لدورها في تنمية المنطقة وخطتها لتعظيم الإيرادات. وضع وزير قطاع الأعمال العامة المهندس محمود عصمت بزراعة الأراضي الجديدة بمحصول القمح لتبلغ مساحته 50% من إجمالي الأراضي المزروعة في شركة جنوب الوادي للتنمية. وخلال جولته بتشكى تفقد عصمت زمام الأراضي المزروعة وقام بمراجعة خطة استصلاح الأراضي بالشركة ومساحات محصول القمح التي تصل إلى 4000 فدان خلال الموسم الحالي. كما وجه بضرورة زيادة المساحة واستخدام الأراضي المستصلحة لزراعتها بالمحصول لتصل مساحة القمح إلى 9000 فدان، مع ضرورة الحرص على تطبيق الدورة الزراعية للحفاظ على جودة التربة. تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني متحف رموز رواد الفن المصري، وذلك في مقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالزمالك. ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا موفدة أخبار مصر لمياء موافي. لمياء أهلا بك وأطلعينا على مزيد من التفاصيل حول هذا الافتتاح. يعني بالفعل وصلت الآن دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إلى مقر المركز لافتتاح المتحف الذي يضم مقتنيات رواد الفن ورموز الفن المصري والعربي وعدد كبير من الكتاب والصحفيين والإعلاميين. المعرض هو لمسة وفاء لمن أسروا الحياة الفنية في الوطن العربي، فهو يضم مجموعة من المقتنيات الشخصية مثل الباسبور أو البطاقة الشخصية أو القلم الخاص بالفنان، أيضا مجموعة الملابس التي ارتداها الفنان سواء في المسرح أو في السينما. وأنا معي ابنة الفنان القدير المنتصر بالله سارة، بنرحب بيكي معانا. أهلا وسهلا. لو قلتي لي النهارده رأيك في افتتاح المتحف اللي بيضم مقتنيات كبار الفنانين. طبعا ده حاجة عظيمة جدا من الدولة
بشكر وزارة الثقافة طبعا والدولة كلها على المجهود ده وعلى الفكرة نفسها، حاجة جميلة جدا. احنا كأولادهم فخورين ومبسوطين وطايرين في السماء، يعني انه الحاضر الغائب، يعني هنخليها تبقى هي زي الجملة. الفنان منتصر بالله شارك في العديد والعديد من الاعمال ومحبوب جدا من كل يعني ابناء الوطن العربي. لو قلتيلي انتوا قدمتوا ايه للمتحف؟ طبعا الطقم بتاع شارع محمد علي، الطربوش والبدله والبابيان والباسبور، ساعه، العود، كلام الشبشب على البدله برضه موجود، والشوكه تقريبا اللي كان بيعزف بيها. يعني زملائي سيبدأ الآن الحفل، حيث وصلت معالي وزيرة الثقافة إلى مقر المركز لافتتاح المتحف. يعني مجموعة من المقطوعات الموسيقية سيبدأ بها الحفل، ثم جولة لمعالي الوزيرة داخل المتحف وتفقد مقتنيات رواد الفن المصري والعربي. إليكم مرة أخرى زملائي في الاستوديو. شكرا لمياء موافي، مفادة أخبار مصر، إلى المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالزمالك. تواصل وزارة الداخلية جهودها في مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 575 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 21 مديرية أمن، وسابق اتهامه في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات، وضبط معهم 202 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 91 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 670 قطعة سلاح ناري، أبرزها 91 بندقية و 61 بندقية آلية و 39 مسدسا و 479 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و 75 خزينة، إضافة ل 1430 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 372,274 حكما قضائيا، من بينهم 1,369 حكم جناية و 142,920 حكم حبس و 172,663 حكم غرامة و 55,322 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 14 متهما قاموا بارتكاب 10 حوادث سرقة متنوعة، وتم كشف غموض 64 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 108 متهم، وتم إعادة
إعادة 16 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2215 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 2426 متهما، من بينها ما يزيد على 1180.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وحوالي 1841 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 135.5 كيلوغرام، وضبط قرابة 33.5 كيلوغرام من مخدر الآيس الشابو، إضافة إلى حوالي 65 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 34,836 قرص مؤثر، و 17,865 قرص ترامادول مخدر، وعدد 2,023 قرص كيبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 124 مليون جنيه. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 3 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان. نهاية الخامسة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يدعو منظمات العمل الأهلي لتكثيف جهودها خلال العام الحالي لمواجهة الظروف الاقتصادية العالمية. هيئة قناة السويس تعلن انتظام الملاحة في المجرى الملاحي بعد التعامل مع عطل في إحدى سفن الشحنة. وللمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني ماسبيرو.إيجي. شكرا طيب المتابعة، وإلى اللقاء. في أمان الله.